السلام عليكم الناس الزينين، تبارك الله عليكم. كاع قاعدين في قناة دريس جيمين، ان شاء الله اليوم نطلعوا في واحد الكاستيو هنايا في هاد البيبلو سميتو كاستايا. شوفوا كي داير من الداخل، هادي شحال بغيت ندخلو. يلا بينا هادي تدخل ان شاء الله. دوا على بركة الله. ايما شتو اخوتي شنو تكي هما هادو عبيك انترا لا لا فيتشا لا ورا لا والو. المهم 3 اورو لواحد كبير وصغير، قالت لي 2 اورو. المهم شوف ندخلو شوف كي دايره الدعوه بالداخل. هولا هذا هو كاستيوم الداخل. محمد اول هو تنشوفوا واش كاين هنايا. لا واو شو هنا ظلمة شكل هنا حمام. واو ما دايرينش هنا شكل عبر الكرافيت. من بعد نشرح لكم الشيء هذي، يمكن كان في هذا السلاح ديالهم اللي يخزنوه هنايا. بوين سيجيو اوكي. شوف هاد الشيء هاد الشكاين واو انك يراقبوا هاد باقي الفوق.
نشوفهم هنا. نمشيو للجهة الشرقية. واو هذه محلولة هنا. أنا مش نشوفوا لهي عند البدورة لهي. اوكي شوف هاد الجهة عاوتاني شكاين. لا دا الفوق ليها. حتى هنايا باينة تنطاح دارو له هادي. يعني معدلين زايدين معدلين هما. دابا كنخرج الستيم تاع الاخر اللي باين من الفوق اللي غادي نطلعو له. نطلعو له هنايا. كي دايرة دابا. شوفوا والو. اوكي طلعوا منا. واو شحال من دقيقة عندك. واو شوف حتى حاجة. دقيقة بزاف. يفوت منها واحد. جوج الناس ما يفوتوش. واو يدنا هنا يا تريح هنايا. هذا هو الكيست. واش يبان لكم مزيان ولا ما يبانش؟ العبوا التاريخ تاع الخصايا. هذا هو القصر اللي حنا فيه. اوكي شو نشوفهم برا خير. مزيرة هادي ما تنحل من الداخل. هادي ما تنحلش. لا تبعش فيها هاك. واه تشوف نتيري بالسهام. شوف شوف.
هادشي راه ديال المسلمين. بعدا نقولها لكم، خلاهم العرب، بناوها العرب وخلاوها خلاوها اللي كاملة. واو مدروع. اوكي هذه جهه اخرى. هنايا حاجه كبيره، طبعا تبي درهم بالله نسي بركي. اوكي هذه هي اللي محلوله، واش خصنا نديرو؟ ليش تبي تمكستا؟ ما نعرف اش كانوا يديروا هنايا. واو مشي منا شي فيديو يمكن ليها ولا حنا شعلوه. هذا هو الكاستيو ديالو. هو بور فابور نو توكا توكا مي قال لك خدت فيا ما عرفتش توكامي. هذا هو خالد، هذا كلش 2003 2006 2002. واو لكن ما طلعوش. ايتو واش مختبر سرا شو شي يخدم ولا لا؟ سرا هذا يعطينا الحوايج ديالنا كاينين هنايا. سوالا سولناهم، مش بغينا عاوتاني نشوف هذا في الليل، يكون في الليل فيوا
اللي صلحنا درك. هي هذا اللي صلحنا فيها درك، ماشي حاجة كبيرة. مزيان انا ما نظن هذا البصل اللي احنا فيها هي هذه. كان يدير فيها شي حاجه ما عرفش، مخزن ديالهم ولا خزين، بلاصه الخزين. اوكي نخرجوا برا. هذه الكسوة ديالهم كي كان اللي لابس بكري. واو إيه زعما كي كانوا عايشين داخل. واو ديك روعة. واه قال لك هذا هو الماسين، يعني هنايا كانوا بحال نقولوا يجمعوا الماكله يخزنوها، هذا هو الخزين ديالهم. وهنايا داير لك كوسينه، يعني هنا في كانوا يطيبوا. واه شاش هاد عند بنت كلو. غربال كوزينة بسيطة. شطابة ما وش هاديك. مش كاين هنا الداخل، يمكن هنايا فين الشعلة الفران ولا غرا فين الحطب محطوط. على نور ربع كان والو شي حاجه هنا كبيره. هذا بالو مدسين هاد الجهة. سال دو تكيوش هاد الحجر كان قديم، هما جامعين حجرات وحاطينهم. نسي هذا باين على الحجرة سنوات. جمعوهم شقما شقما يعني. يا الله بياسة بياسة. الموسيقى اللي داروها ما داروها، حنا كنا الداخل. شكلو هنايا
كارتا دريد دي ماركا كاستايا 1911. واو سيريو، شو الكتبة كي كانت داير؟ واو واعرة. السلاح القديم ديالها. سبقنا شي واحد
كوراسون موتشو سيسك سباسيو كاناثا نالش ما علينا. طلعوا لفوق أسلحة يمكن هذه آخر نقطة. بلا كاين والو هنايا. اكثر ما عجبني هي هذا البيت لا سواعله. هذه جاتني عجبتني واعره. غادي نحاول نوري لكم الكسوه اللي كاينه هنايا. اوكي نطلع الكاميرا هي بلاصتو الملك وزراء مسقية دايما كاينين. مش كاين زعما هاد البراوات. غادي نشوفو نجيبو شي وحدة نحلوها. نحلوها نشوفو شا كاين. اوكي كملنا الدراج و كنتو عجبتكم كانت واعره. ما هذا بامبوس. اوكي كاينه بلاصه اخرى هنايا. اوه الكويس نشاش بداش كانول. واو زعما هنا كانوا يحاربوا. هذا قاعد كاين وحده اخرى ليه و
كانتي ارجو تعجبكم تتابعوا. انا عجبتني بدا مهم اللي عجبتو يدير لايك يبارطاجي الفيديو وما ينسى يسكريبي اللي ما مسكريبيش. خليكم عاد ما ندير الطبيعيه، اتبارك عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.